وكان آدم عليه الصلاة والسلام بأمر من الله كان يزوج الولد من هذا البطن البنت من البطن الآخر، والولد من البطن الآخر البنت من هذا البطن. فأراد قابيل أن يتزوج البنت التي معه من نفس البطن لأنها أحسن، ويستأثر بها عن هابيل. فاختلف، فأمره آدم عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يقربا قربانا. نبأ ابني آدم الحق إذ قربا قربانا، فقرب هابيل جذعة من الإبل عمرها يكون 4 إلى 5 سنوات، يعني من أحسن ما عنده، وقرب قابيل شيء من الزرع يعني رديء. فتقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فنفهم من هذه القصة، من هذا الخبر، أن الذي يريد الأحسن يجب عليه أن يقدم الأحسن. من أراد النفيس يقدم النفيس، لا تقدم الخسيس وتريد النفيس. بعض الناس إذا أكل يأكل أحسن الطعام، وإذا قدم يعني أراد أن يتصدق يتصدق بالرديء. الله سبحانه وتعالى يقبل مثقال ذرة، لكن هل تريد بهذا الرديء أحسن شيء أن يعطيك الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس ينفق على نفسه الكثير من البلبس والمطعم والمشرب، وإذا جاء الأمر يعني بالصدقة يخرج الأقل أو الأخس أو الأمر الرديء. هل تريد من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك أبواب سماواته ورحماته بهذا الأمر؟ كما جاء في بعض الآيات: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يأتي الإنسان لأخبث المال فيخرجه. فتقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فذلك قدم الأخس، وعندما لم يتقبل منه قال لأقتلنك. يعني هذا فوق الفعل الخسيس الأول، أراد أن يتبع هذا الفعل اللئيم والذي فيه البخل بأمر القتل.